انا بهاي البروموسيون تخرجات في اكادير البروموسيون حدا اخرى عاوتاني هما غيتخرجوا عندنا بزاف ديال حنا اليوم كنتواجدوا هنايا في اطار ندوه صحفيه من اجل تصحيح المغالطات ومن اجل تنوير الراي العام مما يعاني طلبه الطب والصيدله من تهميش من عشوائيه من غياب للوضوح يعني فيما يخص الدراسات ديالهم فيما يخص التكوين ديالهم. مع الاسف كنلقاو راسنا امام قرارات كالقرار ديال التقريض من 7 سنوات الى 6 سنوات من دون اي رؤيه واضحه من دون اي اشتراك لطلبه الطب او للطلبه الصيدله وطب الاسنان. وهذا يعني ما فيه يعني عدم احترام لمحضر الاتفاق ديال 2019 اللي نورمالمون خاص يكون فيه اشتراك لجميع الطلبه في اي قرار كيعني طلبة ديال الطب وكيعني جودة التكوين ديال طلبة ديال الطب والصيدلة وطب الأسنان. يعني كيف ما قلت لكم اليوم حنايا كطلبة كنتواجدوا في واحد كنلقاو راسنا في واحد التيغان دو ستاج اللي هما عامرين واحد التيغان دو ستاج اللي ما كنلقاوش فيهم يعني مكان يعني ما كنلقاوش فيهم بلاصتنا باش اننا نتكونوا. كنلقاو راسنا بان حاليا طلبة ديال السنة الأولى والسنة الثانية ما كيلقاوش مكان فين يجلسوا في المدرجات. ولا كنت كنقول ما كيلقاوش بلاصه كيجلسوا في المدرجات فكنخليكم انكم تخيلوا كيفاش غيكون يعني الوضع التدريب الاستشفائيه اللي حاليا عامره. كنهضروا ايضا على التعويضات على المهام التي يتقاضاها طالب الطب يعني في المهام ديالو كطبيب معالج ولا كطالب متدرب يعني سواء في المداومات الليليه او في التدريب الاستشفائيه ديالو والتي هي 21 درهم في النهار 21 درهم في النهار اللي ما يعادل 630 درهم في الشهر. صدقوني ولكن ديك 630 درهم في الشهر راه هي تقدر تدوز لك كارد وحده يعني بالطاكسي بالماكله ديالك بهذا. وبالتالي هنا التعويض الهزيل الذي لا يعبر عن المهام التي يقدمها طالب الطب او طالب الصيدله. ومع الاسف يعني حنا خرجنا بوقفات محليه وطنيه مسيره وطنيه اخرى يوم الجمعه واللي تعرضنا فيها يعني مع الاسف يعني للقمع ما تعطتناش فرصه باش نعبروا فيها على الراي ديالنا والمخاوف ديالنا. ولكن بالرغم من ذلك لا هذا القمع ولا الامطار الغزيره اللي كانت يوم الجمعه بالرباط قدرت انها تمنع الطلبه الاطباء والطلبه ديال الصيدله من انهم يدافعوا على حقهم من انهم يدافعوا على جوده التكوين ديالهم من انهم يدافعوا على المواطن المغربي. كنتمنى الوزارتين بجوج يتجاوبوا معنا يجلسوا معنا ويلقاو حلول لان الطالب طيب وطالب الصيدله مكانهم في المدرجات مكانهم في التدريب الاستشفائيه ومكانهم ليس في الشارع. وبالتالي كنطالبوا يعني بالاستجابه المستعجله وشكرا. الندوه اللي درناها ملزمين باش اننا نوضحوا ونديروا تنوير للراي العام ونشرحوا المطالب ديالنا ونصحوا المغالطات اللي تم التمرير ديالها امام في قبه البرلمان وفي الخارجات الاعلاميه ديال المسؤولين الوزارتين الوصيتين علينا. المهم حنايا عندنا بزاف المشاكل عالقه كما كتعرفوا وراه غنحط راه الاشاره ديال الراي العام الملف المطلبي ديالنا والمقترحات الوزاريه اللي خرجنا بها في الاجتماعات. وهاد المقترحات واي واحد يقدر يكون يدير لا كومباريزون بيناتهم غيبان لك بان كاين واحد النقط عالقه وديك النقط عالقه هي اللي كتشكل لب المشكل هي اللي كتشكل فريمون لب المشكل. وان الطلبه الا كان تم الحل ديال هاد المشاكل هادو راه غادي يدخلوا يقراو بالفرحات عليهم يرجعوا للمكان ديالهم اللي هو المدرجات وقاعات الامتحانات والمصالح الاستشفائيه. حنا من مور ما درنا واحد المسيره اللي جا ليها اكثر من ما نقولش مسيره لحقاش تم القمع ديالها ولات غير انزال وطني امام قبه البرلمان. من مور ما تم القمع ديال هاد المسيره قلنا غادي نديروا واحد الوقفه نعبروا فيها على الراي ديالنا ومن مورا ديك الوقفه الوزارتين يشوفوا فينا ويحلوا لنا باب الحوار لان الطلبه باغيين الحوار باغيين يهضروا باغيين يحلوا المشكل. فاذا بنا كنتفاجئوا بانه كاين واحد اللغه ديال التصعيد. كيفاش الطالب قاطع الامتحانات بنسبه 100% وكتعاود اليوم تتبرمج الامتحانات باش انه يعاود يقاطعهم. هذه قدام الطلبه راه هي لغه التصعيد راه حشومه. واحد الطالب انت اسمح في الامتحانات ديالو باش يدافع على جوده التكوين وتجي عاوتاني تصعد معاه في بلاصه ما تعيط على الممثلين وتعيط على اللجنه الوطنيه ونحلوا المشكل بكل مسؤوليه ويكونوا حلول على ارض الواقع كدير تصعيد. ومن هذا المنبر كنقول لكم بغينا نفتحوا باب الحوار بغينا نفكوا المشكل بدون قمع بدون ترهيب بدون تصعيد.
هذا الشيء اللي كنطالب به من هذا المنبر وشكرا. يعني كاين هناك واحد النقطه التي يتم اغفالها احيانا وهي تعويضات عن المهام. راه لا يعقل ان طالب طب في 2024 ومازال كيتقاضى 21 درهم في النهار. 21 درهم في النهار لا تكفي لوجبه مالوغوزمون. المعيشه غلات وكيف ما عرفتوا الانفلاسيون اللي كاينه في المغرب. وحتى لونكيت درنا واحد التقصي عند الطلبه في 2022 وعرفنا بان الوضعيه الاجتماعيه ديال الطلبه ليست على ما يرام والتعويضات ديالهم لا تكفي لتلبيه الحاجيات ديالهم. ويعني الحراسه الواحده كتاخذ لك تقريبا حتى ل 50 60 درهم في النهار وحنا كنتقاضوا 21 درهم. يعني كتلقى عندك 15 حراسه في الشهر ولا اكثر. وكيفاش هاد الطالب هذا يقدر يوفر الحاجيات العامه ديالو؟ وبالتالي فحنا كنطالبوا واحد بطريقه زعما عاجله ان التعويضات عن المهام ديالنا ترفع، لانها ما يمكن الا انها تساهم في الحد من هجره الاطباء. لانه طلبه اللي كيلقى راسو مهمش ما عندوش فلوس وتعويضات وانه يوفر الحاجيات الاساسيه ديالو، راه يقلب على ايوغ، يقلب على بلاصه اخرى اللي كيتقاضاو غير في الحراسه الواحده 30 50 يورو مثلا، فهمتي؟ وبالتالي فيجب ان هذا المطلب هذا يتحقق باسرع وقت ممكن. وشكرا.